نرحب الآن بالصحفي المصري المقيم في إيطاليا هذه المرة محمد يوسف. محمد مساء الخير، حابة تكلمني عن تجربتك في روما وأنت زميل، يعني أنت صحفي، هل المشكلة كانت مختلفة كونك صحفي، كان فيها صعوبات أو كانت أسهل؟ لا بالطبع، طبعا التجربة بالنسبة لي في البداية طبعا كانت صعوبة بسبب اللغة وتعلم اللغة الإيطالية، لأن طبعا إحنا دارسين اللغة الأولى في مصر كانت اللغة الإنجليزية، واللغة الثانية هي كنت مختار الفرنسي، فبالتالي كان في صعوبة في تعلم اللغة. طب لماذا اخترت إيطاليا؟ يعني طالما أنك دراستك الأولى كانت إنجليزية والثانية فرنسية، لماذا اخترت إيطاليا؟ يعني ليه ما اخترتش فرنسا؟ إيطاليا كان والدي لي أصدقاء هناك كتير إيطاليين، والدي كان بيعمل في ليبيا وكان هناك إيطاليين متواجدين في أقرب ليبيا، وكان أكثرية أعماله مع الإيطاليين، وكان الإيطاليين يتزورون معنا دائما، فاخترت إيطاليا بناء على أن أصدقاء والدي موجودين هنا فهكون موجود معهم، وبالتالي عملية ورغم ذلك وجدت صعوبة في الاندماج يا محمد؟ لا، الاندماج مع المجتمع الإيطالي كان بالنسبة لي سهل، لأن أول لما جيت تعاملت على عملت مدرس في المدرسة الليبية في روما، ودي كانت مدرسة عربية مندمجة في المجتمع الإيطالي، وكان هناك التزاور بين هذه المدرسة وجميع المدارس الإيطالية، فكانت عملية الاندماج سريعة جدا. خاصة كنت أعمل أيضا مدرس في المركز الثقافي المصري في روما آنذاك، فكان هناك مدرسة مصرية ومدرسة ليبية، فبالتالي كان وسائل الاتصال بالمجتمع الإيطالي سريعة جدا، خاصة مع الطبقة المثقفة في المجتمع الإيطالي. لكنك محمد عايشت فكرة صعود اليمين، وبالتالي أنت خير من تحدثنا الآن عن يعني الفروقات، كون اليمين موجود في الدول الأوروبية الآن أو هذا الصعود المتنامي لليمين الأوروبي، وما الذي أحدثه من فارق؟ بالنسبة لصعود اليمين، أنا يعني بالنسبة لليمين الإيطالي أنا أتكلم عنه وعن التجربة الخاصة مع اليمين الإيطالي، وأنا طبعا قريب منهم جدا ومن الحكومة الإيطالية الحالية. اليمين الإيطالي اعتراضاته ليست على المهاجرين ولا على الإسلام كما يصورونه، ولا على أي دعاية من الدعاية السوداء التي تطلق عليهم من طبعا بعض المغرضين. اليمين الإيطالي صعد يطلب عدم دخول المهاجرين غير الشرعيين، القضاء على الجريمة المنظمة التي تأتي عبر البحار. المهاجرين غير الشرعيين بيتم استغلالهم، ولكنه أيضا يريد تقنين المهاجرين محمد، يعني فكرة الهجرة في حد ذاتها إجمالا هو يريد تقنين المهاجرين. هم يسعون إلى تقنين المهاجرين على أساس يكون هناك حق لهم في التعايش كمواطن الدولة، الحصول على حقوقهم، عدم استغلالهم من عصابات المتاجرة بالرقيق، العصابات التي تستغلهم في سوق الأعمال ويعطوهم طبعا مقابل زهيد جدا بسبب أنهم ليس لديهم أوراق ثبوتية في الدولة التي يتواجدون بها. بالتالي رصدت أنت محمد شخصيا تجربة من هذا النوع، يعني كون أشخاص عرب أتوا إلى إيطاليا وغرر بهم وتعاملوا معهم بشكل غير إنساني لأنه هجرتهم كانت غير شرعية أو غير مشروعة بالأحرى؟ يعني هل صادفت هذا النموذج أنت كصحفي؟ بتتم ليس من الإيطاليين تجاه هؤلاء بل من أبناء جلدتهم. يعني أنا مش حد طبعا مثل جنسيات
بس على اساس ما حدش يطعن، بس هناك استغلال للشباب الذين يقدمون الى ايطاليا بدون اوراق، تم استغلالهم من اصحاب المطاعم واصحاب محلات الفواكه والخضر. اذا كان من يعمل لديهم معه اوراق ثبوتيه بيدفعوا له 50-60 يورو في اليوم، اذا كان بدون اوراق بيبخسوا حقه ويدوا له 20-15 او 20 يورو في اليوم. يعني بيتم استغلاله أسوأ استغلال، التعامل معهم يشتغلوا 16 و17 و18 ساعة في اليوم بما يتعارض مع حقوق العمال هنا في إيطاليا. وطبعا الشباب ده بيبقى مجبر على الأساس بيبقى قادم إلى إيطاليا وعليه مبالغ من الأموال أو على أسرته عليهم أن ولديه أيضا انطباع إيجابي جدا قد يكون في أغلب الأحيان. هم طبعا من يصورون لإيطاليا على أنها جنة الله في أرض أو فرنسا أو أوروبا طبعا بينقلوا رسالة خاطئة جدا. أحدهم وأحد طبعا من الناس اللي هم يعني المفروض يكونوا عقلاء وبقالوا 40 سنة في إيطاليا، ساعة الكورونا طلع تصريح على بعض القنوات التلفزيونية وقال إن إيطاليا بتعطي للمهاجر الغير شرعي 800 يورو في الشهر، تسبب في أزمة في إيطاليا وتسبب في زيادة الهجرة الغير شرعية. ده أحد اللي بيقول عليه الرموز المضللين، صورة غير حقيقية. صحيح. مضلل فعلا. صدر صورة غير حقيقية وتبناه أحد أو تبناه أحد المعدين أو أحد القنوات، وبالتالي تسبب في عملية هنا ممكن يتوجه له جريمة الحث على الهجرة غير شرعية أو التشجيع على الهجرة غير شرعية. تصريحات صدرت وتبنتها بعض الجرائد، هذه الرسائل لابد أن نقف ضدها. عدم تصدير صورة غير صادقة عن المجتمع الإيطالي، طبعا المهاجر لما بيطلع بيقول لهم أنا بشتغل مدير مطاعم وبشتغل مدير فنادق، وبعدين بيجوا بيفاجئوا بأن اللي قدامهم واقف بيغسل أطباق على أو قاعد من غير شغل. صحيح. يعني فكرة تحديد الهدف قبل الذهاب إلى الخارج أو قبل الهجرة. أشكرك جزيلا الصحفي المصري المقيم في إيطاليا محمد يوسف.